اهلا بكم مرة تانية في كايرو دار، ومكملين في الدرس الممتع. الناس بتقول ممتع ده مش لا ممتع، هو جميل وسهل، بس احنا نركز شوية. الدراسات المادة عايزة تركيز مش اكتر من كده، فاحنا نركز درس ممتع مع المناخ والنبات الطبيعي واحدة واحدة كده. ولما نيجي نتفرج على الفيديوهات ان شاء الله مع كايرو دار، نتفرج على فيديو ما نشوفهمش كلهم مرة واحدة، علشان نستوعب الفيديو الاولاني وخرجنا منه تمام زي الفل، نبتدي ندخل على الفيديو التاني. ما نشوفهمش كلهم ورا بعض مرة واحدة وتقول لي اصلا اتلخبطت يا مستر، اقليم البحر المتوسط دخل في الاقليم الصحراوي، دخل في اقليم غرب اوروبا. لا، خدهم مجموعة مجموعة زي مقسمينهم احنا عندنا في كايرو دار، وربنا ان شاء الله هيكرمنا ويوفقنا. هنكمل الاقاليم المعتدلة الباردة، واول اقليم معتدل بارد اقليم اسمه اقليم غرب اوروبا. احنا قلنا الاقاليم المعتدلة الباردة ما ننساش بين دايرتين عرض 45 الى 60، برضو ثلاث اقاليم، واحد في غرب القارات، واحد في شرق القارات، واحد في داخل القارات او وسط القارات. اقليم غرب اوروبا من 45 ل 60 غرب القارات. اقليم غرب اوروبا من اسمه اكيد موجود شمال غرب اوروبا، خاصة في بريطانيا انجلترا يعني، وفي فرنسا والنرويج. موجود كمان اقليم غرب اوروبا في امريكا الشمالية اللون الاحمر، شمال غرب القارة. موجود كمان في امريكا الجنوبية، بس هنا بقى في الجنوب، لان من 45 لحد 60. اقليم غرب اوروبا خلي بالك بقى الجو هنا يختلف شوية، المناخ بقى يعني في اقليم البحر المتوسط معتدل دافئ، تلاقي الصيف حر والشتاء معتدل. هنا اقليم غرب اوروبا اقليم معتدلة باردة، هتلاقي الصيف معتدل والشتاء لا بقى برد بقى، يبقى الصيف معتدل او دافئ وشتاء بارد. طب اخبار المطر في اقليم غرب اوروبا؟ المطر في اقليم غرب اوروبا طول السنة. اقليم غرب اوروبا خصائصه النباتية ايه؟ هل بتنمو فيه اشجار؟ ده مطر طول العام، في شجر طبعا، اهمها غابات اسمها الغابات النفضية. سموها نفضية ليه؟ لان الشجر ده بينفض اوراقه. يعني ايه ينفض؟ زي ما يجي نفض واحد كده، نفضه طلع اللي فيه بقى، فنفضه اوقع الشجرة، بتوقع بتبني اللي الورق بتاعها، فبتنفض اوراقها عشان تتقي شدة البرودة، عشان ما تستهلكش من الطاقة بتاعتها قوي بقى. من اشجار اقليم غرب اوروبا شجر الزان، طبعا كلنا عارفين الزان، ناخد منه خشب الزان، من اقوى انواع الايه الاخشاب. ده اقليم غرب اوروبا. وخلي بالك ان اقليم غرب اوروبا هتلاحظ موجود في معظم القارات ما عدا قارتين، لا يوجد اقليم غرب اوروبا في قارتين، مش موجود في افريقيا ومش موجود في اسيا. طب مش موجود في افريقيا ليه؟ مش مطالب بيها، بس اقول لك المعلوم، لان قلنا غرب اوروبا من 45 ل 60 اوله 45، واحنا افريقيا اخر دايره شمالا دايره رقم كام احنا خدناها؟ 37.5، واخر دايره جنوبا 34.5، فما وصلناش لحدود الاقليم غرب اوروبا. طيب في اسيا، واحد يقول لي طب ما هو ما يتمثلش في اسيا ليه؟ مش موجود في اسيا ليه؟ لان اقليم غرب اوروبا بيقع على السواحل الغربيه، واسيا مالهاش سواحل غربيه لانها هي شبه جزيره، ليها سواحل شماليه، ليها سواحل شرقيه، ليها سواحل جنوبيه، لكن في الغرب متصله، فما يتمثلش ليه اقليم غرب اوروبا في قارتي اسيا وافريقيا. تاني اقليم من الاقاليم المعتدلة الباردة، الاقليم اسمه الاقليم المعتدل البارد او اللورنسي، في نفس العروض من كام؟ من 45 الى 60، بس فين؟ احنا قلنا اقليم غرب اوروبا غرب القارات اللي هو باللون الاحمر غرب اوروبا، ده بقى باللون الازرق هتلاقيه العكس في شرق القارات. موجود في اسيا شمال شرق الصين وكوريا واليابان، موجود في امريكا الشمالية شمال شرق القارة، دي المناطق اللي فيها اقليم اللورنسي او الاقليم اللي بنسميه المعتدل البارد. الاقليم المعتدل البارد عامل زي اقليم غرب اوروبا زيه في المناخ بالظبط. مناخ غرب اوروبا قلنا الصيف ايه؟ معتدل، والشتاء بارد، نفس القصة
صيف معتدل والشتاء بارد. اقليم غرب اوروبا المطر امتى؟ طول العام. الاقليم الصيني برضو، اقليم اللورنسي برضو امطاره طول العام. يبقى نفس الايه الخصائص المناخيه، صيف معتدل شتاء بارد والمطر طول العام. هل في اشجار بتنمو في اقليم الغباء اقليم اللورنسي؟ اه، في غابات اسمها الغابات المخروطيه، مخروطيه لانها واخده شكل مخروطي كده، عامل زي المثلث، الشجره عامله زي المثلث او عامله زي الشجره بتاعه الكريسماس، وربنا سبحانه وتعالى عمل شكل الشجره كده لان ساعات هنا بينزل تلج، فعشان ما يتراكمش على الشجره فمديها ربنا الشكل دوت عشان عشان التلج يتزحلق من عليها. اهم اشجار الغابات المخروطيه زي شجر اسمه الصنوبر وشجر اسمه الشربين، دي من اشجار الغابات المخروطيه اللي بتنمو في اقليم اللورنسي. هل في حيوانات بتعيش في الاقليم اللورنسي؟ اه، لان المنطقه دي منطقه الى حد ما في الشتاء بتبقى برد، فتلاقي فيها حيوانات اللي هي مغطاه بالفراء، ربنا مغطاها بفروه عشان تتحمل البروده بقى، كان واحد لابس جاكيت تقيل في الشتاء اللي هو زي مين؟ برافو عليك، زي الدب القطبي. دي بالنسبه للاقاليم اللي هي بنقول عليها الاقاليم المعتدله البارده في شرق وغرب القارات. هيتبقى اقليم ثالث برضو في المعتدله البارده، في قلب القارات بقى، في وسط القارات، بنلاقي اقليم اسمه الاقليم القاري البارد. من كام لكام؟ من 45 الى 60 بس داخل القارات. موجود في وسط اسيا، لدرجه ان هو تحس ان هو نطاق متصل، يعني حته متصله واخده وسط اسيا ومكمله في اوروبا. وسط اسيا واوروبا. موجود كمان في وسط امريكا الشماليه. هتلاحظ في اقليم القاري البارد ملاحظه اللي هو اللون الازرق ده، هتلاقيه موجود في نص الكره الشمالي ومش موجود في نص الكره الجنوبي. ليه؟ لان الاقليم ده عشان يتمثل عايز مناطق داخليه بعيده عن اليابس، بعيده عن الساحل. عايزه يابس واسع. اليابس في نص الكره الشمالي في العروض دي واسع. نفس العروض لما امشي عليها الاقي اليابس في نص الكره الجنوبي ضيق. علشان كده الاقليم القاري البارد مش موجود في نص الكره الجنوبي. قولي بما تفسر لا يتمثل اقليم القاري البارد في نص الكره الجنوبي. هقول له كلمتين بسبب ضيق اليابس. طيب مناخ الاقليم القاري البارد من اسمه قاري بارد، هتلاقي في الشتاء شديد البرودة او قارس البرودة، شديد البرودة جدا، وفي الصيف يعني الحرارة ترتفع نوعا ما بس ما يوصلش الجو يبقى حر يعني. طيب في مطر هنا، يعني مطر قليل في فصل الصيف. طب والشتاء اخباره بينزل فيه مطر؟ لا، في الشتاء بينزل ايه؟ تلج. يبقى شتاء قارس البرودة وامطار قليلة، وفي فصل الصيف والشتاء بيسقط ايه؟ في الثلوج. هل في نبات في الاقليم ده؟ نباتات قليله بتنمو في بعض اشجار الغابات النفضيه وبعض اشجار الغابات المخروطيه. اخر مجموعه في الاقاليم المناخيه فاضل لنا اقليمين، اقليم اللي هي الاقاليم البارده. اقليمين، اقليم اسمه اقليم التاندرا والاقليم اسمه الاقليم الجبلي. ودول مش بنحددهم بدوائر عرض، احنا بنحدد مواقعهم جغرافيا بس. هنمسك التاندرا، دي بتبقى موجوده في المناطق القطبيه اللي هو باللون الاحمر ده، تلاقي التاندرا موجود اقصى شمال اسيا او شمال سيبيريا في اسيا عند المنطقه القطبيه الشماليه، واقصى شمال كندا في امريكا الشماليه. تمام. طيب هل موجود في نص الكره الجنوبيه؟ طبعا. ابرز مثال للاقليم التاندرا بيغطي كل قاره انتاركتيكا اللي هي القاره القطبيه الجنوبيه عشان بتقع عند القطب الجنوبي. كمان موجود جزء صغير في الجزر الموجوده جنوب امريكا الجنوبيه. يبقى اهم المناطق بتاعت اقليم التاندرا شمال اسيا، شمال امريكا الشماليه او شمال كندا، وانتاركتيكا. طبعا التاندرا هتلاقي الجو فيها ايه؟ ها؟ اوعى تقول لي حر؟ لا، برد جدا. معظم ايام السنه الجو برد. وفصل الصيف قصير قوي، كملش اسبوعين ثلاثه، تلاقي فصل الصيف ينزل مطر قليل، يبتدي التلج شويه يسيح، يبتدي تنمو نباتات صغيره اسمها الطحالب. يبقى مناخ الاقليم التندرا معظم ايام السنه درجه حراره منخفضه او الجو بارد، صيف قصير امطاره قليله. طب ونباتاته؟ الطحالب
اللي هي بتنمو عقب يعني بعد ذوبان الايه الجليد. هل في حيوانات بتعيش في اقليم التندرا؟ اه زي حيوان الرنه. رنه هو هتقول لي رنه موبايل؟ لا، الرنه ايه، حيوان كده يشبه الغزال بيعيش في المناطق دي، والسكان في المنطقه دي بيستفيدوا او بيستفيدوا من حيوان الرنه ده. اخر اقليم من الاقاليم البارده الاقليم الجبلي. جبلي جبلي يعني فوق ايه الجبال، فوق قمم الجبال، وده بديهي يبقى اقليم بارد، لان احنا عرفنا معلومه ان كل ما بطلع لفوق الحراره ايه بتقل، فتلاقي فوق قمم الجبال اقليم بارد بيتميز مناخه ان هو مناخ شديد البروده. اديني مثال للمنطقه اللي فيها اقليم جبلي زي المنطقه اللي في وسط اسيا اللي فيها جبال الايه الهيمالاي. في نبات في طبعا نبات هنا هيبقى موجود وهيتنوع على حسب تدرج الارتفاع في الجبل. يبقى الاقليم الجبلي موجود فوق قمم الجبال بيتميز بشده البروده، ما ابرز مثال للاقليم اللي موجود فوق جبال الهيمالاي. ده بالنسبه للاقاليم المناخيه في العالم. اتكلمنا عن الاقاليم الحاره، الاقاليم المعتدله، والاقاليم البارده. بكده يبقى احنا خلصنا الوحده الاولى من الجغرافيا اللي هي بتتناول الجغرافيا الطبيعيه في العالم. ان شاء الله بعد كده هنتكلم على الجغرافيا البشريه للعالم، يعني السكان والسلالات البشريه وتوزيع السكان. كل ده ان شاء الله هنعرفه. تابعونا على كايرو دار، ان شاء الله نشوفكم المره الجايه مع الجغرافيا البشريه للعالم والسكان وتوزيع السكان، والسلام عليكم.